الله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، يا شفيع المذنبين، وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، على أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك. السلام عليك وعلى أخيك وحامل لوائك وساقي عطشائك، أبي الفضل العباس. سمعت حاج علي يقول باب الحوائج، منو باب الحوائج؟ العباس. يا الله إذا عندك حاجة عرضها عليه، لأنه وفي 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 العباس بن علي أكثر من الوفاء بعد اللي قدمه في وكرمه. فلتهني يا أم البنين علاك من نعم الكمال، عليك ربك أغلق البعن من جاء الكتاب بمدحه، ولديه حوض المصطفى يوم اللقاء، والشبل عباس اليقين، ومن له يوم له بالحشر يفخر بالسقاء. فليهن والده الهزام بمولد الليث الهمام، أبي الفضائل والتقى. جاءت به الحوراء تحمله، وقد شغفت به وبه الفؤاد تعلقا. هذه زينب سلام الله عليها، متعلقة بأبي الفضل من يوم ولادته. جاءت به الحوراء تحمله، وقد شغفت به وبه الفؤاد تعلقا، تحنو عليه وتنثني لأبيهما، من كان كالأم الشفيق وأرفقا. يعني تدري زينب ان رايح يكون كفيلها ابو فاضل، وتحنو عليه من يوم ولادته. سماه عباسا وقال ملقبا قمرا، فقل اسماء واجمل رونقا، بالفضل كناه أبوه، لأنه من أمه وأبيه للفضل ارتقى. ثم انثنى للطفل يلثم كفه، والدمع منه على الخدود
الدمع منه على الخدود تدفقا، أو هل تذكر ما يحل بنجلي بالطف من عصب العدا أهل الشقاء. أم البنين تصيح يا عباس يا حشال، يا قمر هاشم تستمع مني وصايا، إلا يا ابني بترباتك سهرت الليل وياك، كلنا شان حسين هالتعب على رباك، لكن أقسم عليك بدر لبن صدري الغداك، ليه من نزلت المشرع لا تشرب الماء يا سابعة حبيبي؟ اريد من عندكم جواب. اقسم عليك بدر لبن صدري الغداك، ليه من نزلت المشرع لا تشرب الماء، لا تشرب قبل الاخ وابن الاماجيل، وخلك درع لحسين يا درع الصناديد، العلم شيله بعيد يا ابني وجودك بعيد، وتدري الحرم بالسفر يا ابني تريد روار، ولدي عباس وعينك على زينب ترى بنت البتوله معصومه الصغرى فخركم هالعقيله، لا تضيع يا ابني من بعد ذيك الحموله، هذي الوديعه والوديعه تريد حمار. أما يا أم البنين أنا ما ضيعت زينب ولا عزيزي تركته، أبفديه بروحي وحق ربين عبدته، لا حد يقول عباس ذلوا شمالي ويمناك ويم البنين شان محا أب البنت الأطهار، توصين أولادك عليها صغار، ليتك نظرت يوم شافتها العاقبة للمتقين، وعلى ظالم أهل البيت لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لتعجيل فرج صاحب العصر والزمان، قطعا لحوائجكم شفاء لمرضاكم والفرج عن المؤمنين، بالصلاة على محمد وآل محمد. عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يقول: كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان
جاهد مع جدي الحسين عليه السلام يوم كربلاء وأبلى بلاء حسنا واستشهد بين يديه. هذا نص من النصوص التي جاءت عن الإمام الصادق سلام الله عليه، سنرجع إليه. لكن خلنا نشوف مقام أو الرسالة التي بعثها الإمام الصادق عليه السلام إلى عمه العباس سلام الله عليه. من عادة الزائر إذا جاء إلى كربلاء أول ما يتوجه وين؟ يتوجه إلى الحسين سلام الله عليه، وعقب ما يطلع من عند الحسين يروح مكان بعد. يقول مولى عطية رحمة الله عليه، يقول عندما يريد أن يبين مقام العباس يقول كل فريق تروح للحائر، ومن مشهدك تطلع وتقصد تزور القمر الأزهر أبو جفوف الدقيقة شيان غايتكم وصول العاشر. الإمام الصادق رسالة يبينها إلينا لمقام الإمام، لمقام العباس بن علي عليه السلام. يبلغه يقول السلام عليك من الله. لاحظ عندما يأتي إلى قبر عمه العباس سلام الله عليه ما يسلم عليه إلا السلام عليك يا عم ويكتفي بذلك، وإنما يقول السلام عليك من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أمير المؤمنين ومن فاطمة والحسن والحسين. السلام عليك يا عم يا عباس ورحمة الله وبركاته. أي مقام هذا للعباس؟ الإمام المعصوم يسلم عليه بهذا التسليم. يقول أحد العلماء وقفت عند قبر أبي الفضل في يوم من الأيام فقلت السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. يقول توقفت، شلون العباس أمه مو فاطمة، شلون أقول السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء؟ يقول فتراجعت في زيارتي، لكن تلك الليلة لما وضعت رأسي على وسادتي وإذا بالزهراء تحضر. يقول يا شيخ سلمت على العباس وتراجعت في تسليمك، اعلم أن العباس ولدي كما أن الحسين ولدي. ألم يفدي الحسين بنفسه؟ ألم يقدم كل غال ورخيص من أجل الحسين عليه السلام؟ فهذا هو العباس بن علي سلام الله عليه، شهادة من الزهراء عليها السلام بمقام أبي الفضل سلام الله عليه. نأتي إلى نص هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عندما يتحدث عن مقامات أبي الفضل العباس عليه السلام، فيقول كان عمي العباس نافذ البصيرة. شنو معنى نافذ البصيرة؟ يعني هل قوة إيمان نافذ البصيرة العباس بن علي عليه السلام يعني حاذق في إيمانه، حاذق في بصيرته، عارفا لله سبحانه وتعالى حق معرفته، المعرفة الحقيقية اللي إلى الله سبحانه وتعالى حتى نال هذا المقام. و
ولذلك يبين في هذا الأمر أنه لأن الحسين لأن العباس عليه السلام ما نصر الحسين من جانب النسب فحسب. يعني اليوم أنت يدعوك مؤمن لأمر معين فتستجيب لهذا المؤمن في دعوته. العباس ابن أمير المؤمنين جاء للحسين سلام الله عليه بماذا؟ بأنه إمام معصوم بعيد عن النسب. صحيح أن النسب أخوة أبو أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكنه طيل حياة العباس بن علي عليه السلام ما كان ينادي الحسين إلا بسيدي يا ابن رسول الله. يقولون موضوع الأخوة، طبعا سيأتي ذكر موضوع الأخوة عند العباس والحسين عليه السلام ومتى قال أخي أبا عبد الله. العباس ابن علي أطاع الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، ولذلك محبته وعشقه وذوبانه للحسين عليه السلام أنه إمام معصوم قد فرض الله طاعته عليه، ولذلك يتوجه العباس بن علي عليه السلام من هذا الجانب ويبذل نفسه الزكية من أجل الحسين سلام الله عليه. ولذلك لعله في الليلة الأولى تحدثت عن البدلية، يعني شلون الواحد، هل أنه يمكن للإنسان أن يضحي من أجل إمام معصوم؟ واقعا أنه نعم، لأن أنا عندما ألبي أقول بالروح والدم أفديك يا إسلام، أقول في جنبها بالروح والدم أفديك يا حسين. فهذا العباس بن علي عليه السلام فدى الحسين بنفسه، ولذلك من عمق الإيمان الموجود عند أبي الفضل سلام الله عليه كان ضحى من أجل الحسين سلام الله عليه. ولهذا تلاحظ عمق الإيمان عند العباس بن علي عليه السلام. لاحظ عندما قطعت يمين العباس ماذا قال؟ والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. أولا أن العباس بن علي دفاعه وجهاده ومقاومته دخوله إلى المعركة أن الدين هو رقم واحد، يعني لا يعادل شيئا بالدين، لا يعادل شيئا بالإسلام، لا يعادل شيئا بالقرآن. ولذلك يضحي الإنسان يضحي العبد من أجل دينه فيذهب شهيدا وفيا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكانت تضحية العباس ابن علي عليه السلام نابعة من إيمان عميق، والله لو قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. بعد قال وعن إمام صادق اليقين، ولم يقل عن أخي الحسين، ولم يقل عن ابن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإنما كان دفاعه عن أمر الله، أي عن الإمامة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على العباد. فهذا الإيمان العميق الحقيقي الموجود في نفسية أبي الفضل العباس عليه السلام، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني أيضا من الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام كان صلب الإيمان نافذ البصيرة، إيمان عميق حقيقي بالله سبحانه وتعالى، وأيضا يحمل هذا نفاذ بصيرة العباس بن علي عليه السلام. يعني لا يمكن للدنيا أن تغري العباس بشيء، وهو نسخة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. إن دنياكم هذه، الدنيا بأسرها بما فيها من متاع، كانت عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لا تساوي شسع نعل قنبر.
إن دنياكم هذه لا تساوي عندي شيء، إنما هي كعفقة عنز. هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يتحدث عن الدنيا. ولذلك العباس بن علي عليه السلام ورث الإيمان من أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فكان صلب الإيمان. لا تغيره الدنيا، لا تغيره شهوة، ولا يميل بإغراء، ولا يفكر في شيء يبعده عن الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام. يعني كان من نعومة أظفاره مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم تبع أخويه الإمام الحسن والحسين سلام الله عليهم، وكان هذا منهجه. يعني اليوم يذكرون على أن أم البنين سلام الله عليها كانت توصي ولدها العباس بوصايا، مع أنها خالدة مخمرة في نفسه. العباس ابن علي يعرف كل ما ذكرته له أم البنين، لأن عند وعد من أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فكان صلب الإيمان. ولهذا ما كان العباس ابن علي عليه السلام يتغير في يوم من الأيام. يذكرون أنه في يوم التاسع من المحرم خرج ابن سعد عليهما عليه وشمر، نظر ابن سعد إلى جيش الحسين سلام الله عليه، يعني أي الفصاطيط المجموعة الموجودة عند خيمة الحسين عليه السلام. يقول ابن سعد للشمر: أترى أن الحسين يقابل هذا الجيش الجرار بهذه المجموعة من النفر؟ يعني العدد هذا 170 رجل اللي كانوا مع الحسين عليه السلام يوم كربلاء، يعني رايح يواجه هذا العسكري الجرار، هذه الألوف المصطفى المزدحمة؟ يعني لو أمرت الجيش بأن يزحفوا عليهم لقضوا عليهم بحوافر خيولهم. قال: هبلتك الهبول، أذهلت يا ابن سعد؟ قال: وكيف؟ قال: إن في جيش الحسين رجل لو قابله هذا الجيش لما تراجع عنهم. من هذا؟ قال: هو العباس بن علي عليه السلام، هي أبوه أمير المؤمنين سلام الله عليه. ما يتراجع لو اجتمعت الأمة بأسرها في قبالة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لما تراجع عنهم. وهذا شنو؟ بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم. ده العباس بن علي عليه السلام قال: ما رأيك أن نشتري العباس؟ دخل على ابن زياد، كتب كتاب أن يكون العباس أميرا على هذا الجيش، وله الأمان هو ولإخوته. طوى الكتاب، أخذه شمر بن ذي الجوشن، جاء به إلى فسطاط الحسين، وقف عند بداية المضارب وقال: أين ابن أختنا؟ في رواية: أين ابن خالتنا؟ يمكن السؤال ليش؟ موجود خؤولة بين العباس وبين الشمر. ولذلك عندما يريد ينادي العباس يناديه بالنسب، يناديه بالرحم، حتى على الأقل يقول: هذا نسيب العباس أبو فاضل، ورايح أميله أنا بهذه الصورة. اليوم تنادي الواحد: يا عزيزي يا حبيبي، يا أخي يا عزيزي، بهذه الصورة، حتى يكون القلبين مفتوحين على بعضهم البعض. الشمر بن ذي الجوشن بعد سياسي، ترى الشمر مو سهل، هي الشمر مو سهل، ولكن موجود شريح القاضي أيضا بعدها مو سهل، ومثلها أمثال. على كل حال، فجاء شمر يحمل الكتاب، قال: أين ابن أختنا؟ ثلاثا ينادي على العباس بن علي،
وهو منكس رأسه بين يدي الحسين عليه السلام. شلون العباسي جاوب مثل شمر بن ذي الجوشن بحضرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ قال له الحسين: أخي عباس، كلمه وإن كان فاسقا. وفي رواية فاجرة. قام العباس بن علي عليه السلام، قريت رواية اليوم تقول لعله فركب جواده، ما أدري يعني أكو مسافة بين الفصباح أو وقوف مثلا شمر بن ذي الجوشن عندما طلب العباس بن علي عليه السلام، أو لأن العباس هذا الرجل المقدام لا يمشي إلا وهو مستعد إلى كل شيء، وخصوصا مقابلة أعداء. نعم، فركب جواده وصل إلى الشمر، ناوله الكتاب. قال: ما فحواه؟ قال: إنك أمير على هذا الجيش، ولك الأمان أنت وإخوتك، واترك الحسين عليه السلام. قال: خسفت ولعنت يا شمر، أؤمن وابن رسول الله لا أمان له. هذا الحسين أكو رواية تقول فلعنه ولعن ابن زياد، نعم، وولى الشمر خاسئا. رجع الحسين جالس يسأل العباس بن علي ما الأمر، فأخبره، فتبسم الحسين عليه السلام. يعني يعرف مواقف العباس بن علي عليه السلام، يعني مهتم بإمرة هذا الجيش. فأطلته جنود كالجراد المنتشر، يعرف هذا 30,000 وقيل 70,000 وقيل 40,000، يعني بيكون العباس بن علي ماذا؟ رئيس على هذه الألوف والصفوف وأميرهم، ومع ذلك لكن يعرف يتعامل ويا من؟ يعرف يتعامل ويا من؟ يعني حتى لو راح إلى يزيد ابن معاوية، راح إلى معاوية ابن أبي سفيان ووقع له على ورقة إن إحنا إن شاء الله نتعاون وياكم ونخلي الحسين يرجع إلى المدينة وكل شيء ماكو، وبتستوي هو وسيكون العدل في المنطقة وما شابه ذلك. مع ذلك خوان ما يحتاج يعني. فيعرف الحسين عليه السلام، يعرف الشمر بن الجوشن قاعد يتعامل ويا من؟ لأنه أنت تلاحظ يزيد بن معاوية، عفوا الشمر بن الجوشن، يوم رجع إلى الشام برأس الحسين سلام الله عليه في دار رأس وقال: شنو ويش تريد أنت؟ وكلم الحسين وقال: ذلك واحد خير له من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، ذلك واحد من جائزة يزيد خير له من شفاعة المصطفى صلى الله عليه وآله. ولما مثل بين يدي يزيد: ما ورائك؟ قال: ورائي رأس الحسين. قال: ضعه واجلس. وضع الرأس لا زال واقفا. قلت لك: ضعه واجلس. قال: أترقب الجائزة؟ قال: لا جائزة لك عندي. بأي سبب أنا أعطيك الجائزة؟ قال: املا ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المهذب، قتلت خير الناس أما وأبا، قطعت هذا الرأس حين انقلبا. قال: مدام تعرف أنه خير الناس أما وأبا فلماذا قتلته؟ اخرج خاسئا لا جائزة لك عندي. هاي المواقف اللي يتعامل مع أعداء الله مع الظلام بهذه الصورة تكون النتيجة. وابن سعد عندما خيره الحسين عليه السلام قال: أنا أبني لك دار. قال: تهدم داري؟ قال: أبني لك دار. تهدم أطفالي؟ قال: تكون بين الغلمان في الجنة. كذا كذا يسلب مالي؟ قال: أعوضك غيره. ومع ذلك قال: أفكر في أمري على خطرين، أترك ملك الري والري من يدي، أم أخرج مأثوما بقتل حسيني وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب، ولي في الري قرة عيني، حسين ابن عمي والمصائب جمة. وإيش حصل؟ شيء ابن سعد إلى أن قتل ولم يحصل ولا دانق واحد من يزيد بن معاوية أو عبيد الله بن زياد، بقي متأسفا على فراشه ليلا ونهارا، نادم على ما فعل، ولكن جريمته
أنه قضى الله عليه كما فعل بالحسين عليه السلام. العباس بن علي عليه السلام متأثر فيه مثل هذه العطايا وهذه المناصب وغيره، فكان صلب الإيمان. اختصارا من الأوسمة التي نالها العباس بن علي عليه السلام أن كفيه قبلهما ثلاثة أئمة معصومين. شنو هالكفين المباركين عند العباس بن علي عليه السلام؟ التقبيل الأول لأمير المؤمنين سلام الله عليه لما جاءت زينب بالعباس بين يدي أبيها وكان مقمطا، كان مقمط يعني ملوت باصطلاحنا اليوم، كلكم تعرفون شنو الأطفال، كان مقمطا. فلما كان في حجر أبيه علي عليه السلام تحرك أبو الفضل ومد يديه وأخرجهما من القماط. اتبسم أمير المؤمنين في هذه اللحظة، يعني ولد بعد صغير في القماط، وهذه شجاعته، هذه قوته، هذه صلابته، عظمه. نعم، وأخذه أمير المؤمنين ثم قبل يديه، قبل كفيه وبكى. أم البنين تنظر تقول لي يا أبا الحسن أبكاء في وقت فرح؟ قال بلى يا أم البنين، ولكن ذكرت ما يحل على هذين الكفين أنهم يقطعان بين يدي أخيه الحسين في يوم كربلاء. الإمام الثاني الذي قبل يدي العباس عليه السلام ينقلها لنا الرواية حميد بن مسلم، يقول لما سقط العباس عليه السلام من على ظهر جواده ونادى بأخيه الحسين عليه السلام، رأيت الحسين مسرعا في وسط المعركة وإذا به ينحدر إلى بطن الفرس ويتناول شيئا من الأرض ويقبله، ثم يأتي على ظهر فرسه ويمشي قليلا ثم ينحني على بطن الفرس ويتناول شيئا آخر ويقبله. يقول حققت النظر، شنو هذا الشيء اللي يرفعه الحسين ويقبل من على الأرض؟ وإذا بهما كفي العباس عليه السلام. بعد المرة الثالثة التي قبل فيها كفي أبي الفضل، الإمام زين العابدين عندما جاء لدفن أحبته، عندما جاء لدفن أبيه الحسين عليه السلام وأعمامه وإخوته، رفع كفي عمه العباس وقبلهما ثم وضعهما مع الجسد في منحودته. هذا المقام الذي كان لأبي الفضل. أكو مقام آخر بعد؟ نعم، الشجاعة الموجودة عند العباس، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم. يعرف العباس بشنو؟ بحامل اللواء، يعني قطب الرحمة، قطب الرحى العباس بن علي عليه السلام. ولذلك الحسين سلام الله عليه يقول له أخي عباس وين رايح أنت؟ كبش كتيبتي، أنت عمود خيمتي، أنت الدفاع عني يا أبا الفضل، كيف تتركني مع هؤلاء الأوباش يفترسوني لمقام العباس بن علي عليه السلام؟ ولذلك كان قطب الرحى وكان حامل اللواء. وأي لواء هذا؟ هذا اللواء الذي حمله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في حروبه، وإذا به يكون عند العباس بن علي سلام الله عليه، وهذا شهد في قوته وشجاعته حتى أعدائه. أعداء العباس بن علي كانوا يشهدون بشجاعته وقوته. أصور إليك بعض المواقف عندما أحضرت الألوية إلى مجلس يزيد عليه اللعنة،
أدخلت الرايات، أنا أمر طبعا على المصرع مرور ومقتطفات منه ولا أتمم الكل يعني، لأنه في يوم غد تسمع يمكن أكثر من مرة مصرع العباس، ولكن سأأخذ مقتطفات من مصرع أبي الفضل عليه السلام. أدخلت الألوية والرايات على يزيد ابن معاوية، نظر إلى اللواء الأعظم، أكو لواء موجود يعرف باللواء الأعظم، نظر إلى اللواء وإذا به مخرق ومصوب من السهام والرماح والرميات، إلا مقبض اليد، إلا مقبض اليد لم يصبه شيء حتى من تقاطر الدماء. فسأل هذا اللواء لمن؟ قالوا هذا لواء حمله أبو الفضل يوم كربلاء. أخذ يخاطبهم ويتحدث عن هذا اللواء، يقلهم أنا ما شفت بالرايات هالراية مثلها، أكبر بالهنادم بضع يا ناس كلها، والضيغم اللي شالها وبالعرك فلها، معلوم صاحب هالشجاعة تعينونه، شفتها بيد حيدر يوم صفين يحمل على اهل الشام بيها شمال ويمين، شيالها بالله عليكم قولوا منين؟ قالوا حملها ابو الفضل حام الضعين. ايش سوى فيكم يوم كربلاء؟ قالوا لو تشوف صلاته علينا يوم جانا، سدد مسالكنا علينا، وزينب تنادي يا جمال الهاشمي، عسى يا خويا يرد تكيل باري علي، بس ما صرخ زلزال نواحي الطالبين عليها السلام. ولكن أذكر لك بعض المواقف. العباس بن علي عليه السلام لما قتل جميع أنصار الحسين سلام الله عليه، مثل بين يدي أبي عبد الله، قال أخي أبا عبد الله لقد سئمت الحياة، أنا أنظر إلى أصحابنا، أنظر إلى شبابنا يقتلون. قال له أخي عباس إذا مضيت أنت يؤول أمرنا إلى الشتات، وعمارتنا تنبعث إلى الخراب، ابق يا أخي إلى هؤلاء النسوة والأطفال. التفت العباس قال أخي أبا عبد الله أما تسمع الأطفال ينادون وعطشا؟ قال له الحسين إذا كان كلا ولا بد فاحمل هذه القربة وأحضر قليلا من الماء لهؤلاء الأطفال يتضورون عطشا. وكان لهم ثلاثة أيام وقد يبس موضع الماء وجفت المراضع، نساء وأطفال ينادون وعطشا. سكينة جاءت بأخيها عبد الله الرضيع إلى عمها العباس، قالت أترضى يا أبا
بفضل يا عام أن يموت هذا الرضيع عطشا. إجا العباس حصل لباب عند الحسين عليه السلام حتى يأذن إليه بالبراز ويخوض المعركة. فجاء العباس إلى الحسين يقول له يا حسين سكنة بطفلك الملهوف جتني يا بسلسانة وشوفة تورش عبتني وحال العزيزة وحال أخوها شلون فتني تجذب الونة العباس من جانب ضمه إلى صدره قال أخي عباس ما هي العلامة بيني وبينك قال إذا رأيت العلم انكسر واللواء تمايل يمينا وشمالا فاعلم أني أصبت يا ابن أمير المؤمنين. قصد العباس المشرعة وإذا عليها حواجز بشرية يمنعون العباس من الوصول إلى الماء نصحهم فلم ينتصحوا خطب فيهم فلم يسمعوا نعم كلمهم بالفصيح فلم يفهموا أخذ يخاطبهم بلهجة بلهجاتهم هذا ولم يتنازلوا فكر العباس فيهم عرف المواعظ لا تفيد بمعشر صموا عن النبأ العظيم كما عموا فانصاع يخطف بالجماجم والكلى السيف ينثر والمثقف ينظم تقول الرواية وكان على المشرعة 4000 فارس ولكن عندما يسمعون العباس وهو ينادي أنا ابن خواب الغمر أنا ابن منكس الرايات أنا ابن علي المرتضى حتى قتل مقتل عظيمة انجفلوا بين يديه نزل العباس إلى الماء وقد كبه العطش أحس العباس ببرودة الماء رفع في كفه ما أراد أن يشرب أخذ يخاطب نفسه يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني بعد الحسين وارد المنوني وتشربي أريدكم كلكم تتحجون كلكم تردون ويا العباس ولاحظ هذه المواقف يسجلها التاريخ عند أبي الفضل عليه السلام أخاذ الماي بس هي سر كرس جفير شلون اشرب واخويا
شلون نشرب والعطش ما ديسكن ملع العباس القربة وضعها على كتفه صعد على ظهر جواده لم تكن همة عند العباس إلا أن يوصل الماء إلى المخيمات فسلك طريقا قريبا عند النخيلات قال ابن سعد إن وصل الماء إلى الحسين وأصحابه أفلوكم عن آخركم ماذا نعمل قال اقطعوا عليه الطريق افترق الجيش أربع فرق عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه منعوه عن الوصول إلى المخيمات أخذ يقاتلهم قتال من عاف الحياة ولم يرد إلا الممات وهو ينادي أنا ابن خواض الغمرات أنا ابن منكس الرايات قتل منهم مقتل عظيمة السهام تتراشق عليه سالت الدماء من جميع جسمه جاءه لعين من خلفه كأنه العبد رفع السيف ضربه على يمينه فضراها للشاربين به يداه
فمشى بمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه تقسم ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم أخي من يحمي بنات محمد. هذه الكلمات أثرت في العباس بن علي عليه السلام. وتذكر زينب وأخوات زينب ينتظرون الماي. يقول له أخوي عباس أحملك للمخيمات. قال لا بيصير. أنا مواعد زينب بالماي. سكينة جاءتني بعبد الله الرضيع طالع لسانه ورقبته على يمينه من شدة العطش. يعني شنوني زينب وخيات زينب. قال لي نور العين شيل السهم بهداي ولا تذكر سكينة يا اخويا تفتت حشاي. ليش؟ قال ترب الطفل قصبتني وانا تبرعت بالماي. شاغول لو قالت يا عم الماي وين. قال لي اخويا ايست من سمعة الصوت ولفت وياها الحرم بابواب البيوت وزينب مجيك تنتظر والقلب مفتوت والطلب ليطاح العمد ضج بحنينه. العباس لما سمع بذكر زينب اخذ يعفر راسه بالتراب. يقول يا اخي ابا عبد الله انا ما رايح اروح الى المخيمات ما دمت ذكرت عقيلك الطالبين الطالبين زينب أن تفرج عنا وعن
عن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا يا كريم اشفي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما من حضر مجلسنا هذا ومن سألنا الدعاء. فك أسرانا، أرجع غرباءنا، احفظنا بحفظك، استر علينا بسترك، اقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات لا سيما طالب الذرية، اللهم ارزقهم الذرية الصالحة بحق أبي الفضل العباس. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، احفظ المؤسسين جماعتي الحاضرين إلى موتنا وموتاكم، من مات على محبة محمد وآل محمد تهدي للجميع ثواب الفاتحة والصلوات.